أخبار المنتخب العراقي من قناتكم فوركي سبورت. قبل بداية الفيديو لا تنسى دعمنا والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد. هيا لنذهب إلى التفاصيل. عاجل: كاساس يجتمع مع مدرب الأولمبي والشباب. عقد اليوم الاثنين اجتماع بين مدرب المنتخب الوطني كاساس ومدرب المنتخبين الأولمبي والشباب راضي شنيشل وعماد محمد بحضور عضوي المكتب التنفيذي غانم عريبي ومحمد ناصر والملاك التدريب المساعد للمنتخب الوطني والمدراء الإداريين للمنتخب الوطني مهدي كريم والأولمبي عبد الجبار هاشم ولمنتخب الشباب نديم كريم. وتم التطرق إلى التعاون بين مدرب المنتخب الوطني كاساس ومدرب المنتخبين راضي شنيشل وعماد محمد، والتنسيق المتواصل في عملية اختيار اللاعبين وأساليب اللعب المتبعة في المباريات. وأبدى مدرب المنتخبات الوطنية التعاون التام بينهم بما يخدم مشوار المنتخبات في البطولات المقبلة. وعرض مدرب المنتخب الوطني كاساس عدداً من حالات اللعب التي تم استخدامها في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر، وكذلك لمباريات دوري نجوم العراق. عاجل: من المؤمل أن تعلن قائمة المنتخب الوطني النهائية لمباراتي الفلبين في الأيام القليلة القادمة. مدرب منتخبنا الوطني كاساس سيعلن قائمته لمواجهتي الفلبين، حيث ستشهد تغيرات جيدة من نوعية اللاعبين. عاجل: اتحاد كرة القدم يعود لا شركة جاكو لتجهيز المنتخبات الوطنية بعد أن وجد أن قيمة الشرط الجزائي للعقد المبرم بين الطرفين يصل لا مليون دولار. غدا سيذهب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال ويرافقه الكابتن يونس محمود الألمانية للجلوس مع الشركة الأم والتباحث والاتفاق على آلية التعاون في الفترة المقبلة. تصريح مدرب الفلبين توم سينتفيت: مدرب منتخب الفلبين خصم منتخبنا القادمة. العراق بلد كرة قدم وهو عملاق في كرة القدم الإسيوية، لكني أحب اللعب ضد العمالقة. أعتقد أنه إذا استطعنا التعادل مع العراق في ملعبهم سيكون رائعا، وبعد ذلك سنرى ما يمكننا القيام به في مباراة الأيابي. مباراة العراق ستكون أصعب مباراة، أنه من أقوى منتخبات آسيا، وشخصيا أتوقع تأهل العراق لكأس العالم 2026. الجميع يحب كرة القدم في العراق، لديهم ميزة التنافس مع المنتخبات الخليجية والعربية الأخرى، إنهم جسديا يشبهون على الطراز الأوروبي، ولديهم أجسام أكبر، ولديهم رجال بعضلات قوية، ويلعبون دائما في ملعب مليء بالجمهور، وبنية تحتية لديهم جميلة، وأماكن إقامة رائعة. راضي شنيشل: علي الموسوي هو أحد أفضل اللاعبين المغتربين الذين دربتهم ومروا علي في مسيرة التدريبية. مر عليه الكثير من اللاعبين العراقيين القادمين من أوروبا خلال سنوات التدريب للمنتخبات الوطنية، إلا أن علي الموسوي لاعب استثنائي يختلف عن الجميع، وأعتقد أن إصابته أخذت منه الكثير. جدول مباريات منتخبنا الأولمبي في نهائيات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس. مهاجمين منتخبنا الوطني يتألقون مع انديتهم اليوم ويسجلون الأهداف تحت إنظار المدرب كاساس، حيث سجل من هاتريك ويعود مهند ميمي بتسجيل هدفين. عاجل: الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية تتعاقد مع مدافع منتخب شباب العراق يوسف سامر لمدة 3 سنوات. إلى هنا انتهى موجزنا الإخباري، لا تنسى دعمنا والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد.